الدكتور احمد صبري، استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه والنحافه. طبعا النهارده يعني سمنه ونحافه في نفس الوقت، فالبنات انا شفتهم مايلين للسمنه اكتر ولا النحافه اكتر؟ لا الحقيقه هم لا سمنه ولا نحافه، تكاد تكون كل حاجه بشكل كبير جدا عند اغلب المتسابقات. حاجه كويسه جدا وحاجه مشرفه جدا. لا في اهتمام كويس، محضرين للمسابقه بشكل كبير من شهور طويله. لا مفيش لا سمنه ولا نحافه، الامور طيبه. عايز اعرف شايف اللي بقى البنات في مصر، يعني فكره الهوس بالسوشيال ميديا هو اللي مخليهم يهتموا بالشيب قوي وبالتناسق، ولا الموضوع شايفه ليه بقى في اهتمام بالناحيه دي تحديدا؟ طبعا يعني السوشيال ميديا صنعت نجوم، يعني سواء يعني صناع المحتوى سواء حتى الاشخاص العاديين، خلت الناس عندها تفتح كبير جدا وثقافه كبيره جدا. فده يمكن حتى معظم الدكتورز وحتى المجالات الطبيه موجوده، الناس بقى عندها وعي كبير جدا، فده يمكن سبب الاهتمام ان الناس عندها يعني المعلومه موجوده بشكل كبير، فالاطلاع كبير جدا. طيب احنا لو بنتكلم في تغذيه، يعني معانا رمضان جاي، يعني كل حاجه هتبوظ طبعا. انا عايز اعرف انت هتحل ده ازاي، وايه الروشته اللي بتقولها للناس عشان الموضوع ما يبوظ منهم قوي؟ والله هو رمضان اصله فرصه كبيره جدا ان الناس تنزل فيه واجسامها. انتوا بتقولوا كده وما فيش حد بينزل في رمضان والدنيا بتبوظ 100%. لا هو اصل رمضان بيخش بقى ايه، يشغل الاكل جامد والحلويات والقعده، لكن الحقيقه يعني رمضان شهر جميل، كفايه تنظيم الوقت، بيبقى فيه مواعيد للفطار ومواعيد للسحور، كميات الاكل لو ما فيش اسراف في تناول الحلويات وتناول العصائر اللي هي المحلاه والكلام ده، عصائر فيمتو زي الصوبيا والتمر والكلام ده، يعني لو كل حاجه ترشدت وش جاست ان احنا نتحرك شويه، لا طبعا وزن هينزل، وفرصه عظيمه جدا. كفايه انه رمضان دراي فاستنج، يعني صيام وقت طويل جدا بيعدل 16 ساعه، فده طبعا مستويات الحرق بتكون عاليه جدا، فده فرصه كبيره جدا. طيب بالنسبه لاكتر حاجه الناس تهرب منها في رمضان غير الحاجات اللي زي ما قلت عليها، ايه بقى؟ او يحرموا نفسهم قوي ولا برضو ياكلوا بكميات قليله ولا لا يعني انا ضد ان احنا نحرم نفسنا في رمضان، احنا ناكل عادي لكن بكميه بسيطه. طبعا هي كميات الاكل، احنا العباده في رمضان بتخلينا نتحرك، جاست ان احنا نمشي كل يوم نص ساعه، ما ناخرش السحور قوي 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 يعني، وننام ما ناكلش اخر وجبه اللي هي السحور ونقوم داخلين نايمين، لان ده بيزود جدا محيط البطن والاجناب خاصه لدى السيدات، فيبقى النشاط البدني، كميات الاكل، الابتعاد عن السكريات والعصائر، كل ده هيساعدنا ان احنا فعلا ننزل في رمضان بشكل كويس جدا. هنا بقى لو اتكلمنا تاني عن ميس إليجانت، اكتر حاجه مميزه في البنات ايه اللي انت شفتهم، وتتوقع كده مين الملكه ولا لسه ما توقعتش؟ لا ده سؤال صعب جدا، لانه طبعا لجنه التحكيم يعني طبعا الاراء زي ما حضرتك عارف اللجنه كبيره، لكن والله في هي ناس متميزه وعندها يعني نقاط قوه كبيره جدا، يعني في ناس هي فعلا يستحقوا اكتر من متسابقه وعندهم معايير كبيره، وفعلا شغلهم كان كبير جدا وشغلهم كان واضح على مدار شهور، يعني في ناس بقى لها شهور فعلا بتستعد، فده حاجه كويسه. وانا شايف من وجهه نظري ان المنافسه شرسه، يعني الموضوع صعب جدا. نصيحتك بقى للبنات ايه؟ والله انا نصيحتي يعني، وشايف طبعا ان المسابقه حاجه كويسه جدا، فرصه للظهور كويس جدا، انا نصيحتي دي ما تبقاش اخر محطه، بالعكس ده بدايه مشوار المجد لكل متسابقه النهارده، سواء يعني اللي هيكسب او اللي هيخسر، هو هم اتشافوا النهارده ما شاء الله، كمل صحافه والاعلام وكمل التغطيه الكبيره، دي فرصه ليهم ان هم يشتغلوا، فانا نصيحتي ان هم keep going، يعني يستمروا ما يوقفوش. شكرا جدا يا دكتور. ميرسي جدا، شكرا.